نؤمن عند دعاء الإمام في آخر خطبة الجمعة؟ نعم، إذا دعا الإمام في الخطبة فإن المأمومين يؤمنون على دعائه، لأن ذلك من أسباب القبول. نعم. شيخنا الفاضل، ما معنى قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ يعني المتمتع الذي جمع بين عمرة وحج في سنة واحدة عليه الفدية، فدية التمتع، إلا إذا كان من حاضر المسجد الحرام، يعني يكون من أهل مكة. أهل مكة إذا تمتعوا ليس عليهم فدية، أما غيرهم من الآفاقيين إذا تمتعوا عليهم الفدية، فدية التمتع والقران.